في المثل بيقولوا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. دي اول ما بدأنا الرسالة بتاعت مدام ايمان. الرسالة جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقع اسأل واسألني وانا جاوبك. القصة بتقول انا سيدة ابلغ من العمر 35 عام، عاوز اقول موضوع يعني. بتقول انا موظفة ومسطورة الحال والحمد لله، وعند رصيد في البنك ومعي عربية، وكان والدي سايب لنا فلوس يعني في الورث وكده. بتقول اتجوزت، مشكلتي ان انا اتجوزت شخص اقل مني في المستوى الاجتماعي بكتير ومديون لطوب الارض، يعني الشخص كان مديون وعلى ذلك هي اتجوزته. بتقول كنت انا يعني ايه او طيبه بالزياده عن حدود يعني، وخضت كذا تجارب قبل الزواج، وللاسف كل المواضيع دي فشلت لحد ما يعني بقت عليا سمعه في المدينه اللي انا فيها، بقى الناس بتتكلم عليا لدرجه اللي قالوا دي خلاص مش هتتجوز تاني. فجاء ده يعني اما تقدم لي جوز الحالي كان اقل مني في السن واللي هو المستوى الاجتماعي ومديون، وعلى ذلك برضو انا قلت اتجوزه بحيث اعدي المرحله دي يعني، واتجوز وبحيث اسكت الناس اللي بتتكلم كتير دي. بمعنى صح كنت بشتري راجل هو احسن من الفضيحه يعني، عشان ما اسمحش الكلمات الوحشه اللي اكيد حضراتكم سامعينها والمجتمع الشرقي كله كده يعني. طبعا بدات عشان يعني ايه اقف جنب جوزي، بدات اقف معاه وجبت له عربيه، وبدات كده يعني ايه احركه بحيث يبقى المستوى الاجتماعي متقارب يعني، ما يبقاش اللي احنا فيه فرق بيننا يعني. وعشت صراحه يعني سنه حلوه او كده او ممكن اقل من السنه، وفي اي خلاف بسيط يعني لقيته كان بيعايرني يعني، بيعايرني باللي فات يعني، انت كنت ماشيه مع فلان او صورك مع فلان، الكلام ده كله يعني. طبعا كان والدتي ما تعرفش حاجه على الموضوع ده خالص. ففي مره يعني زعلت ورحت عند بيت والدتي، لدرجه اللي والدتي بتقول له ايمان بتحبك وكده يعني، وما فيش داعي للي انت بتعمله ده. فقال والدتي قال لها هو حد كان راضي بيها بنفس اللفظ كده، انا لميتها من الشوارع ولميتها من السكك والكلام ده كله يعني. امي ما قدرتش تسمع الكلام ده فاغمى عليها، فقط الوعي من الصدمه يعني، ودخلت المستشفى. طبعا بعد ما والدتي طلعت من المستشفى وبدانا ايه يعني نقول برضه عشان الجيران والكلام، بدات ارجع يعني ايه الين الموضوع يعني. لينت الموضوع، اتفاجئت اللي امه واخواته بنفس الموضوع يعني، بيعاملوني معامله وحشه اللي انا كنت يعني ايه في ذنب انا عاملاه قبل كده يعني. لدرجه اللي قلت له يعني عاملني زي اخواتك، قال لي وانت مين انت عشان عاملك زي اخواتي، هو انت عاوزه تتعاملي معامله اخواتي المحترمين؟ فصراحه انا مش عارف اعمل ايه، هل اطلب طلاق منه؟ طلبت الطلاق قبل كده، قال لي لا انت بالنسبه لي انت بنك يعني، هو شايفني ان انا بنك وبديله فلوس كل شويه يعني بس. فمش عارف اعمل ايه، فبعت قصتي بحيث الناس تساعدني يعني، هل اعمل خلع ولا اعمل ايه، ولا في طريقه ان انا يعني اخليه يمشي معايا كويس او اخليه يحبني مثل النساء اللي هم اللي غير كده يعني، ولا ايه يعني. بس دي كل قصتي، وانا ندمان ان انا اتجوزته اصلا يعني، يا ريت فضلت زي ما انا كان افضل يعني، عمال الناس بتنسى يعني. وانا مع ذلك يعني من ساعه ما اتجوزت وانا يعني بعدت عن اي حاجه يعني، هي الفكره اللي انا كنت بمشي مع شباب او كده بحيث فكره الجواز يعني، كان ممكن حد يكلمني اللي هو عاوز يخطبني وكده ونتعرف بس، اما يعني ما حصلش بينا اي معاشره ولا اي حاجه يعني. فانا ما غلطتش في حاجه، انا كان هدف يعني كان في الاول والاخر اللي انا كنت عاوز اتجوز زي الناس التانيه يعني. بس فاما طبعا كان اللي بيجي لي بيتقدم لي، وبعد ليه ما كانش بيتقدم؟ كان زي اللي بيقول مثلا قعدت معاه شويه وخلاص يعني. فالناس بس مسكت سيرتي، وطبعا ده كان سبب اللي انا اتجوزت ده، كان اقل مني في الظروف الاجتماعيه والمعيشيه وكل حاجه يعني والثقافيه يعني. ودلوقتي انا بندم اللي انا عملت الخطوه دي، وبيعاملني معامله وحشه، وكل ما يتكلم معايا بيعايرني بالحاجات اللي قبل كده يعني. فمش عارف اعمل ايه، فساعدوني بالله عليكم.